خليني اسال حبيبي الاول، يعني انا من كان في مجموعه كده في وقت اول ما الكورونا بدات حوار العجل ده ينتشر، وناس كتير بقت الفن بالنسبه لهم ان هم ينزلوا يركبوا عجل. انا من الناس اللي ما كنتش بعرف اسوق عجل اصلا، بس جابوا لي مدربه بقى وتعلمت بقى، ويعني بقت فخوره جدا بنفسي. فهي بالنسبه لي حاجه انا عملتها على كبر. العجل بالنسبه للاطفال حاجه معتاده، ليه تقرري ان انت تكوني بتلعبي الرياضه دي بشكل احترافي؟ يعني اكيد في حاجه حصلت علشان تختاري من وسط الرياضات دي كلها ان انت تلعبي دراجات مضمار. هو عامه العجل بيبقى زيه زي الكوره، يعني ليه الناس بتختار الكوره؟ عشان هي بتحبها، فهي بتبقى يعني عشق او حب ان انت انت كنت تبقي. بتحبيها زياده عن كل الاطفال؟ لا انا كنت عادي زي اي حد بركب عجله بلعب بيها شويه ماشي. وننزل، بس الفكره جديده، يعني قليل قوي ما حد يعرف ان في لعبه عجل. بالظبط. الموضوع بدا ينتشر بسبب البطوله اللي فاتت دي، بس برضو قليل لما حد اللي هو هركب عجله هتعب نفسي هتمرن بعجله ليه؟ ليه. والله العظيم الموضوع فهي متعب دي جدا. الفكره، بس الموضوع بالتمرين او مع الوقت، التفاصيل بتاعه العجل، الحاجات البسيطه قوي اللي بتفرق، المجهود، ان بنروح بس هي جت معسكرات. ازاي بقى؟ يعني ايه القرار ان انت، يعني انت جسمك رياضي، ممكن تلعبي جمباز، ممكن تلعبي سباحه، ممكن تلعبي اكتر من رياضه، يعني انت تقدري تلعبي اكتر من حاجه. انت بداتي بايه اصلا؟ انا بدات اول رياضه بالسباحه عادي زي ماشي. اي حد، وبعد كده بعدين العاب قوه، بعدين كونغ فو، بعدين قعدت فتره في كونغ فو كتيره، بعدين العاب قوه تاني، بعدين بقى الدراجات. مين اللي دلك على الطريق؟ ماما اه هي شافتهم على الطريق مره بيتمرنوا، اوكي. كانوا 4 اولاد غالبا ماشيين، عجبها شكلهم والعجل طالعين على طريق مصر اسكندريه فاهمه، لوحدهم هاي واي كده. بيتمرنوا على طريق، ايه ده ازاي 200 كيلو بالنسبه لهم ولا حاجه، تمام. فالموضوع عجبها خالص. فضلت بقى نزلنا مضحيه بيها عليا، خالص، ده مامتها عليا طلعتها على جدا الصحراوي على خالص طول. على الصحراوي يوميا، ده التمرين بتاعي. ها يعني ما حد يقول اسكندريه 200 كيلو، عادي 200 كيلو عادي ايه اطلع يعني، بالعجله. ولا حاجه اصلا.